اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. من اقوال القمص بشوي كامل، الصلاه هي مناجاه بين العريس وعروسه، ويلذ للعريس ان يسمع صوت العروس. معنى جميل للصلاه، بس البعض مننا بيشعر انه بيصلي والرب مش بيسمع ولا يستجيب، او كان السماء مقفوله قدامهم. ازاي النهارده الوضع ده يتغير ونشوف السماء مفتوحه والرب بيسمع لصلاتنا؟ ده موضوع حلقتنا النهارده، ويسعدني يكون معانا المهندس صفوت رشدي. برحب بحضرتك باشمهندس. اهلا وسهلا باشمهندس صفوت. البعض من اخواتنا عنده مشكله مع ربنا في الصلاه، بيحس انه كان السماء نحاس او كان الرب مش بيسمع ليهم، وبيحاولوا لكن في فشل. ازاي ممكن نساعد احبائنا؟ في بشره جميله قوي لينا ولاخواتنا اللي بيسالوا نفس السؤال. احنا من حوالي اسبوعين عيدنا عيد الغطاس، وعيد الغطاس هو عيد الظهور الالهي، وفي بركات كتيره قوي في عيد الظهور الالهي. اقرا بس ايتين من انجيل معلمنا متى البشير بركاته على جميعنا امين، اصحاح 3:16 بيقول: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، واذ السماوات قد انفتحت له، فراى روح الله نازلا مثل حمامه واتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يمكن كتير مننا يعرف الآيات دهيت، لكن الجديد في الموضوع أو اللي يعني اللي يخدم على الموضوع بتاعنا أنه المسيح لكل المجد، السماء ما اتفتحتش ليه بصفته الابن، أقنوم الابن، ولكن السماء اتفتحت ليه بصفته ابن الإنسان نائب عن الإنسان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا عاوز يقول لنا انه انا فتحت السماء لحسابكم، لحساب الكنيسه، لحسابك ولحسابي ولحساب الساده المشاهدين. المسيح لكل المجد فتح السماء، السماء انفتحت والروح القدس نزل، اللي كان الروح القدس اظهاراته في العهد القديم كل فين وفين، على ما نسمع ان الروح القدس يعني بيعمل اعماله في الانبياء وفي القديسين بتوع العهد القديم. لا، ده الروح القدس دلوقتي بقى معانا، مش كده وبس، ده صوت من السماء بيشهد ليا ولحضرتك وللساده المشاهدين: انت ابن الحبيب الذي به سررت. انا اللي هو انا يعني. اللي هو انا، ما هو المسيح مش محتاج اللي حصل ده كله يحصل له كأقنوم، لانه هو الاله المتجسد، هو الاله الظاهر في الجسد اللي ساب السماء بكل المجد، والسماء مفتوحه ليه لانه هو صاحب السماء. فالسماء بتتفتح لينا، هو واقف دلوقتي في هذا الموقف، المشهد الرائع، عيد الظهور الالهي ده، ده لحسابي ولحساب حضرتك ولحساب كل اخواتنا اللي بيسمعونا وبيشاهدونا دلوقتي. الموقف ده لينا كلنا، السماوات انفتحت. طب ايه اللي بيعطل ان انا اشوفها مفتوحه؟ ربما يكون في الجزء الاخير اللي هو بيقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ربما انا اكون مثلا لسه ما تعرفتش على ربنا كاب ليا وانا ابن ليه. ممكن بروح الكنيسة، بصوم الصيامات، لكن يعني ما حصلش مقابلة حقيقية بيني وبين الله، وأنا كبير وواعي، وقلت له: رب أنا عايز أمشي معاك، أنا عايز أسيب السكة القديمة اللي أنا ماشي فيها دي، وعايز أكون ابن ليك وماشي معاك. هنفهم من خلال أسرار طقس الكنيسة، مش أسرار الكنيسة، طقس القداس. يعني في اما ابونا بيخش الكنيسه بعد صلاه باكر، او في بدايه صلاه باكر اسف، ابونا بيفتح ستر الهيكل. فتح الستر ده ان معناه اشاره ان السماء اتفتحت. السماء بتتفتح، ابونا بيبقى ماسك صليب في ايده اليمين وبيمسك الستر كده من ناحيه الشمال لليمين ويروح فاتحه كده. عاوز يقول ايه؟ انه السماء اتفتحت لينا بصليب المسيح. وبعدين كمان الاكتر من كده والاجمل، انه لما نبص في الهيكل من جوه نلاقي حضن الآب. يعني الله الآب في انتظارنا، وبعدين علشان أوصل لله الآب لازم أعدي على المذبح، يعني المذبح بيني وبين الله الآب، لأنه ملناش قبول ولا قدوم عند الله إلا من خلال ذبيحة الصليب، ذبيحة المسيح الرب يسوع. الرب يسوع، فالمسيح فتح لنا السماء، أبونا ب ب ب ب بحاجة سرية يعني رمزية بيفتح الستر ويقول ان الستر ده نقلنا من الشمال لليمين، احنا كنا عبيد. ده امر انا باخده بالايمان؟ بالايمان، بس لازم ابقى واعي. يعني انا لو مش واخد بالي من المعاني ديت هأمن بايه؟ ما هو الايمان
الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، لو أنا مش واخد بالي من كلمة ربنا بتقول إيه، ومش واخد بالي من الطقس عايز يقول إيه في الكنيسة، يبقى هأمن بإيه؟ فأنا محتاج الأول إن تتفتح عينيا بنعمة ربنا، أعرف إن اللي عمله المسيح ده أول نقطة لحسابي، ده مش حاجة علشان الله الآب يظهر بصوت من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والمسيح على الأرض هو مسرة الآب والروح القدس في هيئة حمام. حلو جدا، بس الكلام ده لحسابي ولحساب الكنيسة، لحساب حضرتك وحساب المشاهدين اللي بيشوفونا. يعني أنا كنت في الرب يسوع لما كان الله الآب بيقول الكلمات ديت. طبعا هو مش قال من أهم أسامي المسيح ليه كل المجد؟ المسيح ليه كل المجد؟ ليه ألقاب كتير قوي، من ضمنهم ابن الإنسان. يعني إيه ابن الإنسان؟ يعني بينوب عني في كل حاجة، وكل اللي عمله هو بالجسد على الأرض لحسابي، لحساب الكنيسة. فالموقف ده أنا كده زي ما أكون كده أنط كده في جنب المسيح المطعون، وأبقى واحد في هذا المشهد وأشوف كل اللي حصل. ده الأب ده أبويا، والروح القدس ده روح الله الساكن فيا اللي خدته في سر الميرون، والمسيح يسوع ده الإبن اللي أنا بأمن بيه وبأؤمن بيه. بس السؤال اللي يبقى، هل أنا حاسس إن أنا إبن ولا أنا غريب عن السماء؟ يعني ايه غريب عن السماء؟ غريب عن السماء، في آية قالها معلمنا بولس الرسول، أحب أقراها لحضرتك، بتقول إيه؟ في رسالة أفسس إصحاح 2 آية 19 بيقول: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، يعني نزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. الآية دي بتعرفنا إن في ثلاث مجموعات: مجموعة الغرباء، النزلاء، ومجموعة أهل بيت الله. فكلمة غريب لما نقول فلان ده غريب، يعني هو مش من هنا وجي زيارة وماشي على طول، ضيف جه وحبة صغيرين وماشي، فده غريب. النزيل بقى لما يجي يقعد شوية، هيقعد له أسبوع، يقعد له شهر، يقعد له ثلاثة أيام وبعدين يمشي، يبقى ده نزيل ويمشي. زي ما الناس بتنزل مثلا في الفنادق بينزل له كام يوم، بيسموه حتى النزلاء، بينزل كام يوم ويمشي يروح. لكن أهل بيت الله بقى، صحاب البيت دول قاعدين على طول. فكلمة غريب يعني مفيش علاقة بيني وبين الله. يعني أنا واحد من التلاتة دول، أنا هبقى واحد من التلاتة دول، يا إما غريب ماليش علاقة مع الله. عشان كده ربنا معلمنا بولس الرسول كان بيكلم شعب إسرائيل في العهد القديم بيقول لهم إنكم كنتوا غرباء عن عهود الموعد والاشتراع. ده إحنا كنا غرباء عن عهود اللي بيكلم الأمم، متأسف، إحنا كأمم كنا غرباء عن عهود العهود والمواعيد بتاعة العهد القديم، فإحنا ما كناش من شعب الله أساسا. تمام، أدي معنى كلمة غريب، إن أنا مش ابن ربنا، أنا ما عرفش ربنا، أنا مكتوب بس في البطاقة مسيحي، لكن ماليش أي علاقة بتربطني بربنا. أدي معنى غريب. نزيل بجيله في المناسبات، يعني في أسبوع الألام نحضر، الجمعة العظيمة أحضر، المناسبات المهمة أجي مثلا يعني أجي أحضر حاجة بسيطة وامشي تاني. أنا مش مقيم، يعني ماليش علاقة مستمرة مع الله، مستديمة. أحيانا الناس بتفهمها غلط وبتقول لك مثلا دي زيارة نعمة. يعني إيه زيارة نعمة؟ يعني ربنا افتقدني فأنا جيت الكنيسة وتعزيت النهاردة في القداس. طب بقالك يا عم قد إيه ما تعزيتش؟ قال بقالي 8 شهور سنة. يبقى هنا أنت مش أهل، مش من ضمن أهل بيت الله، أنت نزيل. يبقى في غرباء اللي ملوش علاقة خالص، النزيل ده بيجي على مواسم، جاي ورايح، بس ما هواش حاسس ومتمتع بالبنوية وفرحان بيها وواخد كل البركات بتاعتها. طب هو ايه علاقة الكلام دوت بانه يعني السماء تتفتح والله يستجيب ويعني انال اللي انا بطلبه من ربنا ويسمع ليا؟ احنا قلنا في البداية انه السماء انفتحت للابناء، فلو انا مش ابن يبقى انا بصلي 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 والسماء مقفولة. ما السماء بتتفتح للأبناء بحسب كلام الله، بحسب الآية اللي قرناها، إن المسيح يقول وإذ السماء، وهو بيصلي، إن إذ السماء قد انفتحت له، وبعدين الآب والروح القدس. أنا لو أنا مش حاسس إن أنا ابن لله، لو ما بديتش علاقة حقيقية مع الله، هبقى بصلي لحد أكيد ما عرفوش،
عارفه زي ما يكون واحد غريب بيطلب من واحد، متاسف، واحد بيطلب من واحد غريب ما اعرفش عنه حاجه، بيقول له مثلا ممكن تديني 100 جنيه ولا حاجه زي كده، يقول يا ابني انا اعرفك منين؟ فاهمه قصدي؟ فانا لو مش عارف ربنا، لو ما فيش علاقه بيني وبين ربنا، لو انا مش ابن، مش هستمتع بالبركات دي، السماء مش هتبقى مفتوحه قدامي. طب هو الله ينفع يسمع لي يعني وانا خاطي؟ هو مش ربنا يسمع مثلا للقديسين، للابرار، يعني الناس اللي هي يعني ليها الوزن ده، يسمع لي انا؟ ربنا بيسمع للجميع. عايز بس اقول حته قبل ما اكمل النقطه اللي فاتت. في اول ما انا باجل ربنا بعمل حاجتين مهمين، اللي هي التوبة والإيمان. أول ما بيحصلوا دول وأبقى ابن، هنتكلم عليهم في النهاية بتفصيل شوية، بس إحنا دلوقتي بنقول إنه علشان السماء تتفتح لازم أكون ابن. علشان أكون ابن، أول ما ببقى ابن المسيح بيعترف بي قدام الآب، يعني زي الآية اللي بيقول من اعترف بي أعترف به أمام أبي الذي في السماوات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول ما أنا بعترف إن المسيح هو مخلص ليا، خلصني من الخطية، وهو جه واتصلب ومات علشاني مش علشان الناس كلها، وإن كانت دي حقيقة، أول ما بعمل كده بعترف بالمسيح، بآمن بيه وبعترف بيه، المسيح بيعترف أمام الله الآب بي، يقول فلان ده من النهاردة أصبح ابني، إذا طلباته مستجابة، إذا يتمتع بكل امتيازات وبركات البنين. يعني لما أنا أعترف بالله أنه يعني مخلصي وأنه إلهي وأنه فدية، الله يعترف بي أن أنا ابن؟ ده حسب كلماته، ده هو قال كده لكل المجد والكرامة. أنا في الحالة دي ببقى ابن، والسماء كلها بتعرف أن صفوة النهاردة أصبح ابن لله. إزاي؟ لأنه تاب، قدم توبة بسيطة، ومآمن أن المسيح كل اللي عمله على الصليب وحياة المسيح كلها ده من أجلي أنا. يعني المسيح مات، أنا كان محكوم عليا بالموت، وهو جه مات عشاني. فالمسيح خد اللي ليا واداني اللي ليه، زي ما بنصلي في التسبيحة، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، خد نجاستي وفسادي وخطيتي وكل أمور شريرة في حياتي، واداني بره وقدسته. والسماء اللي كان من ضمن البركات، السماء اللي كانت مقفولة قبل كده أصبحت مفتوحة قدامي. وبعدين ما صرتش بعد كده، أو يعني من ما انا ما مش غريب عن السماء، ده انا من اهل بيت الله زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. اذا لستم بعد غرباء او نزلا، بل رعيه مع القديسين واهل بيت الله. يعني اهل بيت الله يعني العذراء مريم وماري جرجس والبابا كرولوس والملائكه القديسين وكل اللي سبقونا، احنا اهل بيت الله. وهنشوف الله الأب مجده، ونشوف الابن المحبوب يسوع المسيح اللي فدانا ومات عشاننا، هنشوفه في مجده، وهنستمتع بالروح القدس، يعني معية دائمة لا تنقطع أبدا. فمجد. طيب يعني أنا يعني هقول اللي فهمته، أنه أنا بعترف اعتراف مزدوج، اعتراف بأنه الرب فدية ومخلصي، وفي نفس الوقت أنا بعترف كمان باللي أنا عملته يعني كتوبة. أيوة. يعني بعترف بأخطائي وبرفضها. نقطتين هما توبة واعتراف. توبة وإيمان، دول يخلوني ابن، دول يخلوني لما ابن. بقى ابن السماء تتفتح لما ابن ليا. بالظبط كده. المسيح لكل المجد قال وهو أول ما اتعمد بعد كده ابتدى يبشر، فقال توبوا وآمنوا بالإنجيل. توبوا وآمنوا بالإنجيل، يعني التوبة والإيمان بالبشارة المفرحة. إيه هي البشارة المفرحة؟ لما نقول إنجيل بشارة مفرحة، يعني إيه؟ ما هي البشارة؟ البشارة إنك أنت وأنا كان علي حكم موت، وأنا كنت هموت، والمسيح مات بدالي وشال عني حكم الموت. أدي البشارة. خدت أنا براءة. خدت البراءة. يعني مثلا إيه؟ يعني عشان نفهم يعني ايه البشاره، يعني مثلا تخيلي واحد راح شاف النتيجه بتاعته في الثانويه العامه، ما عرفش ازاي طلع ساقط، وروح البيت مغموم انه هو ساقط. ليه؟ لانه ما جاوبش كويس في الامتحان، وهو كان متوقع السقوط فسقط. وبعدين بعد ما روح وقعد يبكي عشان هو سقط، جاله واحد تاني قال له يا فلان انت ناجح وجايب 90%. دي البشاره المفرحه. ايوه، دي البشاره المفرحه. ايوه، لانه ما كانش يستحقها. ما كانش يستحق لنا ولا اي حد يستحق اللي عمله المسيح من اجلنا. ليه كل المجد والكرامه. طيب لو حد فكر انه يعني انا انسان خاطي، انا مش حد زي القديسين، برضو الله يفتح السماء ليا؟ المسيح يسوع ليه كل المجد قال اسألوا تعطوا،
اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ما قالش اسألوا أيها القديسين اللي احنا فاهمينه. عمم الكلام، ده كان بيكلم مين؟ ده بيكلم التلاميذ وبيكلم الناس عامة الشعب. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ. طب كل دي تنطبق على مين؟ عشان ما انتهش، على كل الأبناء، على كل اللي يسأل، كل اللي يسأل من الأبناء. لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. لمين دول؟ للأبناء. لأن الإنجيل لا يناقض نفسه. يعني نية الله تجاهنا إنه يباركنا، إنه يدينا، إنه يفتح السماء، إنه يستجيب لطلباتنا، إنه يباركنا بكل بركة. ده معلمنا بولس الرسول قال آية، يعني آية الواحد لو يعني فكر فيها شوية كده دماغه، يعني بيقول إيه؟ مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. طب يا معلمنا بولس الرسول ده جبت الكلام ده منين؟ قال من معيتي معاه، أنا شفته إنه باركني، وإنه إنه إحنا كأبناء لينا هذا الميراث. وعلمنا بولس الرسول اتكلم بقى كتير على الحتة دي، والسماء اللي انفتحت وهو طلع السماء، والإعلانات والكلام ده. ربنا يدينا كلنا. عايز أحكي قصة صغيرة. واحدة بنت راحت لأبونا، قالت لأبونا بابا تعبان جدا وتعالى صلي له، ويعني ادهنه بزيت يعني سر مسحة المرض. فأبونا راح لقى الراجل نايم على السرير، وجنب السرير مباشرة لازق في السرير كرسي فاضي، وفي كراسي تاني موجودة في الأوضة. ازيك يا فلان عامل ايه؟ قالوا له ابونا الحمد لله، طيب انا جاي اصلي لك، بنتك طلبت انك انت كويس مش عارف ايه. قال له انا كويس قوي. كويس قوي ازاي وانت متمدد على السرير؟ وبعدين جاء ابونا يقعد على الكرسي اللي جنبه لازق في السرير، قال له معلش يا ابونا اخطيت، خلي ده اقعد هنا. ابونا استغرب قوي، قال له ايه القصه؟ قال له بص انا هقول لك بس ما تقولش لحد، حتى بنتي ما تعرفش. انا رحت زمان الكنيسه وقعدت اسمع عن الصلاه، وانا ما بعرفش اصلي ولا عارف اقول كلمتين على بعض ولا اي حاجه. وبعدين الموضوع ده كان بيضايقني قوي، انا نفسي اصلي، هو مش ربنا ابويا؟ فابونا قال له قال له انا ما كنتش عارف اصلي، بس واحد في الكنيسه قال انه حط كرسي جنب السرير بتاعك واكنك انت بتكلم المسيح وهو قاعد جنبك على الكرسي. فابتدى الراجل كل شويه يبص للكرسي ويكلم المسيح، بس ما كانش بيكلم الكرسي، ده كان بيكلم المسيح اللي قاعد على الكرسي. كان ربنا بيجيله بيظهر، وكان بيتكلم معاه كلام بسيط، مش بقى نشكرك يا رب عشان كذا، كلمات بسيطة كان بيكلمه زي ما بيكلم واحد صاحبه. وبعدين أبونا طبعا فرح باللي حصل وصلاله ودهنه بالزيت ومشي. بعدها بيومين بنته راحت الكنيسة قالت له أبونا بابا راح السماء. قال لها بنتي احكي لي اللي حصل. قالت له أنا ندهني وقعدت معاه، قعد يحكي معايا وكان وشه مبتسم وفرحان جدا، وبعدين بسني وانا رحت السوق اشتري حاجه، رجعت انا غبت الساعه، رجعت لقيته ميت. الغريب انه كان ميت وهو متمدد على السرير، راح محرك نفسه كده وحاطط دماغه على الكرسي علشان هو مات وهو دماغه في حجر المسيح على رجل المسيح. بساطه، ادي السماء اللي بتنفتح. انا مش عاوز اخواتنا المشاهدين يفتكروا ان الموضوع صعب، ولا بس حاسه ان الرب يبقى ابوه بس، واتكلم معاه على انه اتكلم معاه على انه ابويا. انا ابويا، انت عارف ان انا زي الطين، انت عارف ان انا ما فيش حاجه بعملها، بس انت ابويا، هتتبرى مني؟ في اب يتبرى من ولاده؟ انت ابويا، انا بجي لك النهاردة بعترف ان انا زعلتك وعملت خطايا وقعت وخنتك وعملت امور شريرة لا تليق بالابناء. انا يا رب بتوب على ده، واؤمن واصدق انك انت جيت علشان تجعلني ابن. انت لما مت عني انت عشان تخليني ابن، انا كنت عبد وكان محكوم عليا بالموت، انت اتبنتني وغفرت لي خطيتي ومحيت ذنبي وطهرتني منه. انت ابويا، انا بشكرك يا بابا، انا بشكرك يا بابا. ببساطه الساده المشاهدين نقدر نعمل كده حتى دلوقتي هما بيسمعوا. ما هو انا نفسي حاجتك كده تكون بتاخدنا في دقيقتين صلاه. امين امين. اتفضل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. بنشكرك يا بابا من كل القلب ومبارك اسمك ونعظمك. نشكرك لان النهارده
قلوب كتير تتفتح ليك. احنا جايين بنتوب يا رب على كل خطية، بنتوب يا رب على بعدنا عنك، بنتوب يا رب لأنك انت كنت بتخبط على باب قلوبنا واحنا كنا منصرفين عنك. انا جاي يا رب بقول لك سامحني وارحمني، سامحني وارحمني. انا اسف جدا على كل مرة انت بعتت لي كلام وبعتت لي حد وابونا جه البيت علشان ارجع ليك، وانا كنت يا رب واخد في وشي وماشي في سكة الشر والخطية والنجاسة والفساد. انا جاي النهاردة برفض حياتي اللي فاتت، انا بقول لك رب عايز ابدأ معاك بداية جديدة. انا بتوب على كل حاجة، كل فعل زي ما بنصلي، على كل فعل وكل فكر، كل يا رب امور شريرة انا بتوب عنها. انا بجي لك النهاردة بأصدق انك انت عايز تباركني وعايز تخليني ابن ليك. انا جاي النهاردة بقول لك يا بابا انا عايز من النهاردة اعرف انطقها. كنت بقول ابانا الذي بكرها ولا انا حاسس بحاجة ولا انا مقدر ابوتك، لكن النهاردة يا ربي اقولها بطعم جديد. النهاردة ابدأ بداية جديدة معاك واقول لك انا عايزك تكون انت ابويا وانا ابنك. ولما اقول لك يا ابانا الذي في السماوات، حاجة تتحرك جوا قلبي واحس انك انت بابا بجد، واحس انك انت سامعني بجد، واحس ان السماء اتفتحت ليا علشان انا اصبحت ابن، وبقت المسافة قريبة بيني وبين السماء. كل ما بطلب طلبات انت بتسمع وتستجيب. انا بشكرك لان نفوس النهاردة ترجع كتير، نفوس تتوب يا رب وتيجي لك كتير في اسم المسيح. اعزائنا المشاهدين يصلوا معانا دلوقتي، يصلوا معانا دلوقتي ونقدم توبة ونقول يا رب تعالى اغسلني بدمك. دمك اللي اتسفك على الصليب ده مش عشان يترمي في الارض، مش عشان يقع وتشربه الارض، لكن علشان يطهرني من خطاياي ونجاسات قلبي، علشان دمك ده علشان يغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أنا جاي لك عشان تطهرني وتغسلني وتصير ثيابي اللي خدتها في جرن المعمودية البيضاء تصير بيضاء أيضا يا ربي، ولا تكون فيما بعد متسخة. وكل مرة أغلط وسبت التسخ أجي أتوب بسرعة وأقول لك دمك يطهرني من كل خطية. أنا جاي لك بدلة البنين، بقول لك أنا النهاردة ابني ليك، هطلب وأنا واثق إنك هتدي لأنك أنت بابا، انت ابويا لكل مجد وكرامه وعزه وسلطان من الان والى الابد. امين امين امين. بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس، ونتقابل في حلقه ثانيه بنعمه ربنا. الرب فتح السماء لينا احنا الخطاه علشان لما نتكلم معاه نصلي في سماء مفتوحه. لو عندي مشكله في الصلاه براجع علاقتي بالرب، هل أنا ابن أؤمن أن الرب يسوع مخلص وفادي وملك على حياتي؟ عيني هتتفتح لما يكون ليا القلب التايب اللي رافض الخطية واللي بتفصل بينه وبين الله. هنطلع فاصل ونرجع نكمل. دم بيعلن انتصارات وبيسحق رأس الحياة، دم بيعلن انتصارات وبيسحق رأس الحياة، دم بتعلى له الهتافات وأغاني بصنوب وآلات، دم يسوع غالي وثمين دمك ارفع اعلام مجدك يعلى في كل مكان، دمك ارفع اعلام مجدك يعلى في كل مكان، نعلن انك رب سلام، نعلن ملك ابن الانسان، دم يسوع بيشفع في الملايين، دم بيشفي روح وقلب،
رجعنا بنكمل حلقتنا، ويسعدني ارحب بضيوفي. معايا دكتوره هاله رضا، اهلا بك يا هاله. اهلا نرمين. استاذ وجدي رشدي، اهلا بك يا وجدي. اهلا بك نرمين. استاذ نشأت مكرم، اهلا بك نشأت. اهلا بيك. النهارده كان في خبر مفرح قوي، انه السماء بتتفتح لنا كابناء. لما اعترف النهارده انه انا ابن وانه تايب على كل طريق بيبعدني عن ربنا، ف يعني السماء تكون بتتفتح لنا النهارده. وامين نكون كتير بنختبر، يعني كتير من احبائنا يختبروا النهارده السماء المفتوحه. امين. عنوان حلقتنا النهارده باب السماء مفتوح. وطبعا الكلام المشجع الان باشمهندس صفوت للبنين، انه الرب لما شق الحجاب فتح باب السماء، وكل اللي ما كانش ليهم رجاء اصبح ليهم رجاء، واصبح ليهم ترحيب، واصبح ليهم قدوم امام الله. اللي بعاد والغراب والغريبين، يعني الغرباء صاروا قريبين، صاروا محبوبين، صاروا ابناء. ده بالنسبه للتايبين. لكن احنا دائما يعني اللي بيشغلنا كمصلين، يمكن مش مهندس صفوت ربنا مديلنا ما في خدمه الكلمه، لكن احنا كمصلين بيشغلنا دائما اوجاع الناس والامهم، امراضهم، اتعابهم، ضيقاتهم وأزماتهم. يا ترى دول ليهم باب مفتوح ولا ملوش باب مفتوح؟ لما بيصرخوا ويصلوا ويستنجدوا بربنا، يا ترى موقف ربنا بيعمل ايه؟ الكتاب المقدس بيدينا امثله كتير. عايز اشجع كل المتعبين وكل اللي في ازمات وكل اللي حاسين انه البيبان اتقفلت، وكل اللي في مرض يمكن حاسين انه ملوش علاج، وكل اللي خلاص يمكن يعني خلاص في فقد الامل. لكن يا ترى دول ليهم باب مفتوح؟ في لنا في قصة يونان مثال. يمكن يونان برضو كان واحد من نفس الناس الضعفاء اللي كانوا هاربين من التكليف بتاعهم، ويقول كده يعني صلاته ممكن تكون على لسان ناس كتير متعبين وفي حالة صعبة. يقول فصلى يونان إلى الرب إلههم. من فين؟ من جوف الحوت، يعني في مكان صعب مظلم مفيش أمل في النجاة. وقال ايه؟ دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهوية فسمعت صوتي. قال حاجة غريبة كده، لما اتكلم على الأبواب المغلقة يقول مغاليق الأرض عليا. يعني شو مغاليق الأرض؟ كل الدنيا مقفولة، مش باب، ده مغاليق الأرض كلها عليا إلى الأبد. لكن بعد كده يكملوا لي رغم الحالة دي، ورغم أنه يمكن عدم أمانته وهروبه، لكن الكتاب يقول ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي. وفي الآخر كده في آخر الإصحاح 2، وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر، الباب اتفتح. ليه؟ صرخت إلى الرب إلهي بدلة البنين، صرخت إلى الرب إلهي وأنا مش عندي لا حول ولا قوة. فهنا الصلاة، ربنا بيدينا الأدوات. أدي الصلاة مفاتيح. بعد كده حد تاني بيقول ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان وسبحان الله والمسجونين يسمعونهما. فحدث بغتة زلزالة عظيمة، ايه؟ حتى تزعزعت اساسات السجن. حصل يقول لك كده، فانفتحت في الحال الابواب كلها وانفكت قيود الجميع. صلاة، وكمان نضيف اليه تسبيح. دي من ضمن المفاتيح اللي ربنا بيديها لنا في حياتنا العملية. والتزلزلت، حصل زلزال عظيم. واحد تاني صلى برضو بنفس الحالة دي، قال أدعو الرب الحميد يحصل فتخلص من أعدائي، اكتنفتني حبال الموت، وهذا صعب جدا، وسيول الهلاك أفزعتني، حبال الهوية حاقت بي، أشراك الموت انتشبت بي. طيب وبعد كده حالة مزرية، لكن والفديق دعوت الرب وإلى له صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخه وصراخي قدامه دخل أذنيه. طب ايه اللي حصل؟ زي ما انفتحت وحصل زلزال عظيم لما بولس وسيلة صلوا له، فيقول كده ايه؟ فارتجت الارض وارتعشت اسس الجبال، ارتعدت وارتجت لانه غضب. في رد فعل قوي جدا من ربنا لربنا، من الصارخين اليه، للمصلين اليه، اللي طالبين وجهه، اللي بيستنجدوا بيه. النهارده احنا بنقول في ابواب كتير مقفوله ومغاليق الارض علي الابد، لكن الله ليه موقف يعمل ايه؟ يزلزل الدنيا. داود لما كان في الطلبه دي في مزمور 18، لو نقرا المزمور 18 شوف رد فعل الله. تزلزلت الجبال وارتعشت اسس،
يعني موقف الله كان غريب جدا، كل الدنيا اتقلبت لمجرد لمجرد داوود صرخ صرخ ايه، ارتجت الارض ارتعش الجبال ارتعدت وارتجت لانه غضب. فانا بقول اشجع عشان احبائنا اللي في حالتهم حالات صعبه وخايفين ومضطربين، الصلاه يفتح الابواب، التسبيح يفتح الابواب، كلمه الله تفتح الابواب في الدنيا، بس مش تفتح الابواب لك، تفتح العينين، تفتح القلب، تفتح الاذان، تساعد القلوب الحجريه اللي المليانه قساوه، كلمه الله تعمل كده، تفتح القلوب لربنا. مش الكتاب بيقول كده أليست هكذا كلمتي كمطرقه تحطم الصخر؟ فعايزين ابواب المغلقه ديات الرب يفتحها بالصلوات والتسبيح. القلوب المغلقه والقساوه والحجريه الرب يفتحها بكلمه الله. فعندنا النهارده مفاتيح نلجا ليها، نمارسها، نعيشها، نحياها، تبقى لنا باب السماء مفتوح وابواب حياتنا المغلقه تتفتح. امين امين امين. جميل التامل نشات، وامين كده الرب يكون بيدينا المفاتيح دي النهارده، انه يكون لينا الصلوات والتسبيحات في اوقات الضيقه، ويكون كلمة لينا الله. كلمه الله كمان. امين امين. طيب احنا ممكن نبدا طلبات الصلاه، وافكر حضراتكم انه منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم على الارقام اللي بتظهر، وكمان متواصلين على صفحه قناه الحريه على الفيسبوك. عايزين نصلي لاخواتنا سوزي وعزه وماكين، استاذ ماكين ورأفت، لانه عندهم كورونا وتعبانين، فمحتاجين نكون بنرفع اخواتنا واحبائنا، وكتير من احبائنا يعني مش بس اللي ذكرناهم، يعني لسه الدنيا. امين. اتفضل. في موقف الاربعه اللي شالوا المفلوج وحطوا قصاد الرب يسوع، مكتوب كده انه لما راى يسوع ايمانهم غفر خطيته وقال له قوم احمل سريرك وامشي. ابونا انطونيوس فكري كان كاتب في التفسير بيقول انه يفرح قلب المسيح جدا روح المحبه اللي جعلت الاصدقاء يحملون صاحبهم لياتوا به للمسيح. هذا مفهوم الشفاعه الذي يفرح المسيح، ان نصلي بعضنا لاجل بعض. وقال اما الذي ليس له احد يذكره مثل مريض بيت حسدة فهذا لا ينساه المسيح بل يذهب اليه بنفسه ليشفيه. في قلوبنا كده ان كل مره بنصلي لحد من اخواتنا التعبانين احنا وكل اللي بيسمعونا، الله بيصر انه ينظر لروح المحبه، لانه احنا في كل مكان احنا اعضاء جسد واحد، فبنحب بعض حتى وان كنا ما نعرفش بعض ومش شايفين بعض بالعين، لكن بنحط اخواتنا كده والله بينظر للحب وينظر للايمان ويكون بيمد ايده ويشفي. امين امين امين. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. جايين لك يا ابويا كده، جايين لك بدلة البنين، ونقول لك احنا وكل اخواتنا يا رب اللي بيشاهدونا، بنحط اخواتنا المرضى يا رب بكورونا بين ايديك، ونقول لك حتى اذا كان الحال صعب هتقدر، حتى لو كان فيهم البعض على مشارف الموت هتقدر يا سيدي الاله، انت واهب الحياة، انت توهب الحياة لاولادك يا رب. بنجيلك ونقول لك تلمس كل حد من اولادك لمسة خاصة جدا، وتعاملات خاصة جدا لكل ابن وابنة ليك يا سيدي الرب، يكونوا بيشوفوا قد ايه انت قريب، ويكونوا يا رب بيتلامسوا معاك ومع قوتك ومع حبك يا رب. بنسأل يا رب بإيمان الكنيسة كلها، بنقول لك يا رب تيجي وتشفي وتيجي وتحيي، نادي عليهم يا رب. انت حتى لعازر يا رب وان كان انتن، لكن ما كانش الموت بيقف قصادك، لكن سمع الصوت وقام علشان انت امرت وناديت. تعال نادي على اولادك، تعال نادي على ابنك مكين، تعال نادي على بنتك عزه، تعال يا رب نادي على اولادك اللي حالتهم خطره، نادي عليهم وصوتك يوهب حياه يا سيدي الرب. نحط يا رب ابنك رأفت وبنتك سوزي، ونقول لك كمل يا رب عملك معاهم، يكونوا بيتعافوا ويشفوا سريعا في اسم المسيح يسوع، وكل حد فيهم يكون بيقوم كده ويخبر قد ايه صنعت معاه، قد ايه كنت قريب، قد ايه كانت قوتك لمسينها وشايفينها وحسينها. نشكرك لانك بتسمع للصلاة، نشكرك لانك بتستجيب. امين 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 امين. الاخت امار طالبه صلاه من اجل ابنها، سنه صغير 7 سنين، الضغط عنده عالي وبياخد علاج لكن مش عارفين يظبطوه.
تفضلي نشأ. أمين. بسم الله والابن والروح القدس لواحد أمين. أشكرك ونباركك، الكرامة والمجد ليك. أشكرك من أجل أبوابك المفتوحة، أشكرك من أجل أذناك اللي تسمع صراخنا، أشكرك أنك أنت ليك موقف، أشكرك أن فعلا يا رب تزلزل السماء والأرض وترتعش أسس الجبال. مبارك اسمك لما بتسمع صلوات عبيدك أولادك المحتاجين لك، جايين لك نقول لك مالناش غيرك، مالناش غير إيدك القديرة، مالناش غير إيدك يمينك اللي تنتشلنا. جايين نرفع ابنك بين إيديك، مرض وضغط وتعب، المس يا رب بيدك القديرة، المس جسده. أشكرك عندك قوة للشفاء تخرج منك لابنك، عندك قوة حياة يا رب توهبها لكل ولادك يا رب. المس وابرق في اسم يسوع المسيح، طالبينك اشمل ابنك بمحبتك. نعم كما هو مكتوب يا رب ان محبة المسيح تحصرنا، نعم محبة المسيح تحصرني، فانت يا رب تحيط ابنك بمحبتك، تحيط ابنك بعنايتك وبرعايتك. عايزينك، عايزين عينين مفتوحة، عايزين قلوب تتفتح عليك، عايزين نكون مش عايشين في ألمنا وأوجعنا بمعزل عنك، لكن نيجي نعرض قدامك الكل، نكشف قدامك الكل، أوجعنا نضعها أمامك، قلوبنا نضعها أمامك يا رب، عينينا وكل أحوالنا نكشفها أمامك، نقول لك انظر يا رب، انظر إلى كل تعب، انظر لكل مرض، انظر كمان لحالنا. عايزين حياتنا تستنير بيك، عايزين حياتنا رب تتشرف بحضورك يا رب. المس قلوبنا، تعالى بكلمتك تفتح القلوب، تعالى يا رب بسلطانك أمر العينين يا رب. عهد جديد لابنك وزمن جديد لابنك، شفاء وإبراء. عهد جديد لابنك وزمن جديد لابنك، يحيا معاك ويحيا فيك. هللويا. وتعوض عن كل التعب اللي فات من مرض، وعن كل التعب اللي فات من بعد عنك إن كان بعيد. بشكرك تقربنا منك، بشكرك تلصقنا بيك، بشكرك إنه تحدنا بمحبتك ورعايتك الغنية، لأنك أبونا لكل الكرامة والمجد يا رب. أمين. أمين. الرب كده يكون بيتمجد معاه، وحتى وهو سنه صغير كده الرب يصنع معاه أمر عظيم، ويكون بيتعرف على الرب من هو في السن دوت، ويكون بيشهد أنه الرب صنع معاه مفتخرا. طلبت صلاة من أجل والدة أميرة تعبانة بالقلب، تفضلي. بسم الله والابن والروح القدس لهن واحد أمين. رب كده مكتوب ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني فأشفى. أيوة رب، بتيجي كده تحط إيدك على قلب بنتك، تدي حياة وتدي قوة رب لقلبها، يكون قلبها كده بينور بحضورك ويتلامس مع محبتك، فيحيا وينبض بشكل جديد ومختلف يا رب. بسأل إنه حياتك تكون بتسري فيها، المس قلبها يا رب، المس قلبها فيشعر يا رب بمحبتك الغامرة الشخصية جدا ليها، تكون بتفتح الأبواب قصادها، تكون بتعرفها بنفسك بعمق جديد، تشوفك أب صالح، تيجي وتقول لك اشفيني وقويني، أقمني بنت تشهد عنك كل الأيام، تكون بتمتعها بعلاقتها بيك كل أيام غربتها يا سيدي الإله، إيديها في إيديك العمر كله يا رب، اشفيها وكمل عمل مسرتك يا رب فيها. أمين. أمين. طلبت صلاة لبيت فيه مشاكل وخناقات. أمين. اتفضلي نشأت. يعني عايزين نرجع لكلمة الله يعني في الصلاة والطلبات اللي احنا بتجينا في نجل البيوت والمشاكل الأسرية، لكن كتاب بيقول في أفسس: أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، أما المرأة فالتهب رجلها. فهو يعني كتاب مقدس بيدينا التوازن ده، وبيدينا المنفعة للزوج وللزوجة. إيه دور ده؟ إيه دور الزوج؟ يعمل إيه؟ فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. إيه دور الزوجة؟ أما المرأة فالتهب رجلها. وهكذا بيقول تاني في أفسس 4: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. بنحتاج يعني بنطلب طلبات صلاة،
وبنخلي ناس الحقونا صلوا لنا. امين، هنصلي ونطلب ونتضرع والرب يتمجد. لكن في خطوه ثانيه مهمه جدا، كلمه الله اللي بتقول لنا بتنور لنا الطريق عشان ما نزلش وبعدين وتتاخد رجلنا وبعدين نصرخ. المراه الرجل في حب مراته، محبه المسيح، والمراه تهب رجلها. كونوا لطفاء بعضكم، كونوا مسامحين بعضكم كما سامحكم الله ايضا في المسيح. وان كان حصلت مشاكل لكن النهارده في فرصه نقدم كده التنازلات ونطلب الصفح والغفران عن الإساءة ونطلب محبة الله تملأ قلوبنا وترجع بيوتنا مستقرة فرحانة مبتهجة فيها. سلام. أمين. أمين يا رب، نشكرك ونباركك. فعلا حتى إن كنا إحنا غير أمناء لكن تظل أمين. تعود عن كل اللي فات. وحتى يا رب دايما بيقول هو اللي صلح ممكن يتكسر، اللي اتكسر ممكن يتصلح. ده عند الناس يا رب وعند البشر يا رب، ولو اللي اتكسر ما يصلحش، لكن عندك اللي اتكسر يصلح، وانت تقدر وانت تستطيع وانت في ايدك تصلح كل اللي فات وتعود عن كل اللي فات. فانا بصلي لك من اجل الاسره دي يا رب، من اجل الزوج ومن اجل الزوجه، تيجي في اسم المسيح يسوع تلمس القلوب وتصنع صلح، تيجي في القلوب وتصنع تسامح وغفران، تيجي في القلوب وتصنع حب في اسم المسيح يسوع. نسألك يا رب، نسألك، خلينا نلجأ لك، خلينا نلجأ لكلمتك، خلينا ما نعيشش حياتنا في معزل عن كلمتك وحقك ووصيتك، وبعدين نصرخ من فضلك يا رب، من فضلك يا رب ساعد وأعن، وعرف ولادك طريقك، وعرف ولادك اسمك، وافتح البيوت لاستقبالك وتكون حياتنا وبيوتنا كنيسة ليك. نسألك من أجل إخواتي يا رب، صلح اللي تكسر يا رب، عوض عن كل اللي فات يا رب، وكبر بخاطر الزوج والزوجة، وكبر بخاطر الكل يا رب. بس المهم يا رب نرجع لك ونرجع لبعض. نمرة واحد نرجع لك، نمرة واحد نرجع لك، نمرة واحد نرجع لك. بعد كده يا رب نرجع لبعض بحب تسامح وغفران وسلام وفرحة ترجع لنا تاني في اسم المسيح يسوع. أمين. أمين. ممكن نتبارك بترنيمة وجدي؟ أمين أمين. عايزنا نتهلل ونفرح بأن باب السماء الرب يسوع فتحه لنا. نقول له يعني الترنيمة بتقول قد فتح السماء لنا. عايز الكل يستقبل الخبر ده بشوق للراحة. ارتاح على صدر الآب وافرح، افرح ليك السماء مفتوحة. عايز أدعو كل يقول معايا قد فتح السماء، أمر بعزك، أمر ليك بكل البركة بفتح السماء. أملي. أمين. هللويا. يغلقوه يا نور فيهرب أعداؤه، فتقفز الجبال من أمامه، فتقفز الجبال من أمامه، كالصوان جعل جبالا أصلاب من كل أعدائنا، أنجحنا فمن يعوقنا، من مد إلى مد ومن يقودنا، فالصوان جعل جباهنا أصلاب من كل أعدائنا، أنجحنا فمن يعوقنا، من مد إلى مد ومن يقودنا، قد فتح السماء لنا بالبركة، أمر بعزنا، نسأل أمطاره فيجيبنا، نسأل أمطاره فيجيبنا.
يجيبنا. يقول يا رمادي من آمن بي وأجعل عليه من هيبتي. أغير الأوقات والأزمنة وها أفتح فمن يردني. يقول يا رمادي من آمن بي وأجعل عليه من هيبتي. أغير الأوقات والأزمنة وأفتح فمن يردني. وأفتح فمن يردني. أمين. يقول يرى مجدي من آمن بي وأجعل عليه من هيبتي. أنا لما بكون ابن أنا ببقى مرعب لمملكة إبليس، بيخاف مني جدا من أجل السلطان اللي بيكون ليا لما بعترف أنه الله أبويا وأنا ابنه. أمين. ابن الرب عنده نزيف في العين ومش هينفع يعمل عملية عشان عنده أنيميا. تفضلي هيرا. مكتوب الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. أيوة رب أنت قريب لولادك، أنت قريب. سألك يا رب أنك أنت اللي تتمجد وتمد إيدك يا رب. بنيجي ونصرخ ليك، أشكرك لأنك بتسمع لصراخنا وبتسمع لأنيننا يا رب. أنت شايف محتاجين يا رب لمسة إيدك. أنت ياما يا رب شفيت عيون كانت عامية يا رب ومش بتبصر. أنت قادر تكون بتشفي ابنك، اشفي اشفي عينيه تكون بتبصر يا سيدي رب. أنت شايف يا رب أنه ما ينفعش تعمل عملية واحتاج ابنك لنور عينيه. أنت تحط إيدك يا رب وتلمس عينه فتبصر. أنت جيت علشان توهب نظر لعميان. أنت جيت علشان تكون بتطلقنا كده من الضيق ومن الحبس وتطلق نفوسنا تسبحك وتمجدك وتفرح بيك وبخلاصك. حط ابنك أمامك وبنرفع عينينا ليك ونقول لك أنت أب صالح، واثقين فيك واثقين في مراحمك واثقين في تحنناتك. بنحطه أمامك ونقول لك منتظرينك، منتظرين إنك تصنع مع ابنك آية ومعجزة رب للخير. منتظرينك ومنتظرك لا يخزو أبدا. أشكرك. أمين. أنا أتأكد بس إن حلقة النهاردة حلقة الحالات المستعصية. ليه؟ يعني ابننا نزيف في العين وأنا مش قادر يعمل عملية. مفيش، ده باب مقفول وكل البيبان مقفول. لكن النهارده ده التحدي لربنا النهارده يتمجد فيه. هذه ابواب مقفوله، لكن عايز اقول انه يعني نفتح قلوبنا. ونظرت الى السماء فاذا باب مفتوح. كان قديس يوحنا في سفر الرؤيا، يعني قديس يوحنا يقول كده، يعني ما كانش في حاله كويسه، كان الوضع صعب، كان في حاله ضيقه وحاله نفي وفي جزيره بطمس. لكن يقول كده نظر وإذا باب مفتوح في السماء وسمع صوتا يقول له اصعد إلى هنا فأريك. فدي حالة كانت صعبة جدا. فإحنا النهاردة بنعمة ربنا لنا رجاء أمل والله موجود في وسطينا، أنه الحالات الصعبة اللي زي كده يفتح لها الرب ألف باب. أمين. يفتح لها الرب ألف باب مش باب واحد. أمين. لأن إلهنا عظيم. رب يزيد إيماننا وعزانا المشاهدين يبقى عندهم نفس الرجاء نفس الإيمان. وابننا النزيف يعني رب يديله ايمان ويتيقن ان الابواب المقفوله تتفتح. امين. لان الرب ليه للموت مخارج. أمين. مش مخرج واحد. أمين. في عندنا استجابه صلاه. الحلقه اللي فاتت صلينا لتلبت ام مايكل، كان عندها كورونا. نشكر ربنا على استجابته، هي اتحسنت وبقت كويسه وبتشكر فريق البرنامج جدا. أمين. على الصلاه. احنا بنبارك ربنا على كل استجابة صلاة لانها بتزيد ايماننا وبتحسسنا قوي انه لما بنذكر اجادة الرب معنا بيتنقل الامل والايمان والرجاء لقلوبنا كلنا. نشكر ربنا. الرب يكون بيكمل وبيكمل مع كل احبائنا اللي ذكرناهم واللي ما ذكرناش اساميهم ما جاتلناش في موضوع الكورونا. الرب يكون بيتمجد ويتمم كل عمل صالح ويكون بيكمل كل شفاء. حنة أختي متزوجة من 9 سنوات لا يوجد أطفال، أرجو الصلاة أن ربنا يرزقها بطفل.
يعني حنا بيقول لنا انه اخته متجوزة من 9 سنين وعايزة طفل. امين. تفضلي نشأت. شكرك ونبارك اسمك. دعيتنا النهاردة السماوات مفتوحة، ودعيتنا النهاردة عشان نخبط على ابيبان مغلقة. شكرك، مش هتفضل مغلقة، مش هتفضل زي ما هي، مش هتظل البيبان مقفولة، لأنك موجود، لأنك ليك موقف، لأنك حي وأب وراعي، ولأنك ليك كلمة تانية خالص وليك رأي تاني خالص غير العيان وغير اللي شايفينه. مهما طال الزمن أنت موجود، فنصلي لك من أجل بنتك في اسم يسوع المسيح، تعطيها سؤل قلبها. شكرك، مبارك اسمك، أنت عظيم، أنت ممجد، أنت إله قادر، أنت لا يعصر عليك أمر. أشكرك، أنت تدعو الأشياء المغير موجودة كأنها موجودة. أشكرك لما دعاك إبراهيم طلب منك، ولما سارة كانت يا رب خلاص عدى بها السن من هنا وفي الوقت ده وبعد فقدان كل الأمل، لكن على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. هللويا ليك، ادينا إيمان النهاردة تتفتح كل الأبواب المقفولة. شكرك، وبارك اسمك، تهب نسل لبنتك. شكرك، وبارك اسمك، تصنع عجبا، أعطيها سؤل قلبها، فرح قلبها، عوض عن كل السنين اللي فاتت. شكرك أنك تفتح أمامها باب السماء، تصرخ لك، تناديك، تصلي ليك، وهي متأكدة متيقنة انك انت هتفتح مغاليق الارض يا رب، وتؤمر زي ما امرت كده يا رب ان الحوت امرته ان يقذف يونان الى البر فكان. اشكرك وبارك اسمك، استودعك طلب بنتك يا رب في وقتها تسرع به، استودعك طلب بنتك يا رب ترفع راسها. اشكرك انك حي، انك قريب، لكل الكرامة والمجد يا رب. أمين. برضو استجابة صلاة تاني من أسبوع، وصلت لنا طلبة صلاة من الأخت ميرفت لأن عندها كانسر، وخلال الأسبوع فريق الصلاة كان بيصلي لأختنا ميرفت، وإمبارح وصلت رسالة بتشكر ربنا على استجابة الصلاة، لأن بعد ما الدكاترة قالوا عندها كانسر لما عملت تحاليل تاني الرب اتمجد وطلعت العينة بدون كانسر. بنشهد عن إله صالح، نشكر ربنا جدا على عمله مع أختنا ميرفت، وقادر أن يكون بيصنع أمور عظيمة تعظم يعني تفوق إدراكنا وتفوق توقعاتنا وتفوق حتى يعني الصلوات بتاعتنا معنا، لأنه هو أبونا، هو رعينا. بنت الرب طالبة صلاة من أجل ابنها يتوب ويعرف المسيح. أختنا أمل من فريق الصلاة هتشاركنا، تفضلي يا أمل. اسم الاب والابن امين. وزع اعين الرب على خائفيه الرجين رحمته. يا رب بنرفع اليك قلوبنا وعنينا يا مخلص نفوسنا الصالح، بنحط ابنك يا رب امام عرش النعمه، افتح عينيه غير كل امور يا رب تبعده عنك انها قبيحه وما تستاهلش، يرى الامور على حقيقتها. اشكرك يا رب لان انت عندك امور كتيره يا رب في حياتنا لا ترضيك، وبتحاول يا رب ترجعنا ليك تاني بكل الطرق. خلي ابنك يا رب يشتاق ليك يا رب، انتشل يا رب من كل امر بيبعد عنك، انتشل يا رب من مصادر كتير للسعاده زايفه في حياته، قربه منك يا رب، انت مصدر السعاده الحقيقيه. يا رب بنصلي ان ما يكونش الابليس اي سلطان على حياه ابنك، بنصلي كده يا رب انه قراراته وحياته ومستقبله وكل ما ليه يكون انت يا رب المتحكم الوحيد فيه. يا رب لما نيجي كده ونقول لك انت ابونا، انت يا رب كل المحبه، انت يا رب حياتنا في ايديك، انت محفوظه. اشكرك يا رب لانه تستقبله كده يا رب باحضان مفتوحه زي الابن الضال، وتستقبله يا رب وتديله كل سلطان البنويه في ايده. يا رب عندك طرق كتير جدا توصل بيها محبتك لابنك، يا كل الرأفه والمحبه. اسمع رب ابنك كده كلمات تريح قلبه وترجع له ثقته في الحياة وثقته في انك رب دايما قبله وانه دايما مقبول، انه ابنك رب المحبوب ليك يا رب. يسمع الكلمات اللي تريح قلبه، انت محبوب، انت مقبول، انت ابني،
أشكرك يا رب لأنك تؤمر لي بزمن جديد لا يفقد أبدا، يرجع ليك بكل قلبه بكل روحه بكل نفسه بكل قدرته، ليك كل المجد يا رب. آمين أمين أمين. إحنا معانا اتصال بنت الرب سوهاج. ألو ألو، كل سنة وحضرتكم طيبين. أنتوا طيبين حبيبتي وأنت طيبة. أنا وجوزي بدأنا السنة دي إن إحنا نكون مع ربنا، بس شوية وشوية، ساعة نصلي وساعة لا. فأنا نفسي تبقى علاقة بيتي وابني وحماتي معايا في نفس البيت، إن نكون مع يسوع، إن بيتي يبقى بيت مسيحي مقطوع كده وثابت، مش أجل ريح ترجعنا تاني. وعايزة طلب الصلاة لجوزي وابني، إن ربنا جوزي يوسع ربنا في رزقه، محله مش شغال، فعايزه مصدر الرزق يعني. وابني يبعت له ربنا شغل يا رب، وهو في الكليه برضه ربنا يبعت له شغله يعني ينجح ان شاء الله، وشغل في نفس الوقت. امين 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 حبيبتي. امين يا رب. امين. احنا هنصلي وصلي معانا. وغالي قوي على قلب ربنا الطلبه اللي طلبتيها، ان يكون بيتك بيت للرب، وثقي انه الرب دي طلبة غالية قوي على قلبه، وانه عايز قوي يكون بيسكن في بيتك. وصدقي انه انت لما بتطلبي ان هو بيبقى موجود معاكي في البيت. انا مشكلتي اني بتهز بسرعة، يعني يوم ابقى مع يسوع ويوم احس ان انا مخنوقة ومش قادرة اصلي. سباحي، رنمي، اقري في المزامير، قولي له يا رب انت عظيم، خليكي رايحه جايه، قولي له بكلمات بسيطه يا رب ما فيش زيك، انت اعظم اله، انت اعظم، انت اعظم من اي دقيقه انا حاسه بيها. عظمي ربنا بكلمات بسيطه، هتلاقيه هو اللي بيكبر والامور اللي مضايقاكي بتصغر. امين يا رب. يعني انا ممكن يجي لي يوم يبقى ايمان كده حلو. الإيمان بيكبر، الإيمان بذرة بتبتدي صغيرة، بتبقى زي كده بذرة بتترمي في الأرض وتبتدي تكبر يوم ورا يوم يوم ورا يوم لغاية ما تبقى شجرة. أمين حبيبتي. فأنتي صدقي إن يعني في بذرة حية مرمية في قلبك، وهتكبر يوم ورا يوم لغاية ما تبقى شجرة كبيرة. أمين. هنصلي وصلي معانا. تفضلي يا هلا. بطرس لما مشي على المية وهو عينه ثابتة على الرب يسوع وقال له تعالى، كان وسط الأمواج ما هي عالية وكانت الرياح شديدة، كان عارف يمشي على المية طول ما هو عينيه متثبتة على الرب يسوع. أول ما ابتدى يبص على الواقع والمشاكل ويسقط، ما فيش غير أنه يقول له يصرخ، يقول له نجيني، فبسرعة بيمسكه. فحتى لما بيسقط إيماننا وبنبص للواقع وإيماننا كده بينزل ومش بنقدر نصلي، هو موجود. أول ما أقوله إلحقني بيروح ماسكني. إذا كان بطرس أهو غرق وكان حيغرق، فإحنا كمان بكل ضعفنا ربنا بيحبنا وبيتحنن علينا، هقوله إلحقني بيروح ماسك بإيدي ويلحقني. أمين. إحنا كمان عايزين نصلي علشان خاطر يوسع رزق زوجها ويدي شغل ابنها. أمين. أمين. استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، أوجه صلواتي نحوك وأنتظر. أيوة أنت ملكي وإلهي، عشان كده أنا بجيلك أقول لك أشكرك لأنك قبلت أنك تدخل لحياتنا ولبيتنا. أقول لك يا رب عايزة باب بيتي يكون طول الوقت كده مفتوح أمامك، وتكون بتيجي وتجلس وتعيش وتقيم معانا، وتكون أنت رأس للبيت، نكون بنيجي كده عند رجليك ونشكي لك أي ظروف وأي هموم، ونقول لك يا رب أنت تتصرف، ونفرح بإيديك وهي بتتمجد، ونفرح بإيديك وهي بتتدخل عشان تصنع أمور كتيرة. نسألك أنه معرفتك تكون بتملأ قلب الزوج والزوجة والحما والابن. أيوة رب، يكونوا كلهم بيستمتعوا بعشرتهم الطيبة معاك، يكون بتفرح قلوبهم بشخصك وبوجودك يا رب.
نحط يا رب الشغل ونقول لك انت توسع رزق جوزها يا رب، انت وسع رزق، انت تجعل امامه كده باب مفتوح، انت تفتح ايديك وتؤمر بالخير والبركه، اؤمر بالخير والبركه يكونوا بيملوا البيت يا رب، وتكون انت بتهدي كده ابنها لشغل من ايدك. قول لك ايوه احنا وجهنا صلاتنا نحوك عشان انت ملكنا ورئيسنا وابونا، وبننتظر خلاصك وننتظر استجابتك. بنسأل يا رب انه يكون كل الأسرة بتثبت انت الإيمان وتثبت خطوتهم، ويكونوا ابدا ما يخوروا ابدا ما يضيعوا منك، بنحطهم في يمينك ونقول لك انت شديد القدرة والقوة، ابدا ما يضيعوا ولا يتوهوا، لكن تكون انت موجود دايما عشان تنقذهم وتخلصهم وتردهم ليك يا رب في اي وقت كده يتلهوا بمشاغل ومشاكل الحياة. في اسم المسيح بنطلح يا رب طلبتنا أمامك، تسمع نعم. وتستجيب. أمين 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 أمين. برجاء الصلاة من أجل حماتي، صحيت من النوم مش شايفة وفي صداع رهيب في دماغها. تفضل يا نشأت. نبارك اسمك ونشكرك لك الكرامة ولك الشكر لك الحمد، لأنك عظيم، لأنك أنت إلهنا، انت اله خلصنا فاطمئن ولا ارتعب. نعم انت اله خلاصي فاطمئن ولا ارتعب، لان يا هو قوتي وقد صار لي خلاصا. اشكرك اشكرك اشكرك، انت تكون خلاص لبنتك، انت تطمنها، انت تديها سلام، انت تضع ايديك على عينيها وعلى راسها يا رب. اشكرك بارك اسمك، انت تفتح العينين، انت تدي هدوء للذهن وتشفي من كل ألم وصداع. مبارك اسمك، احنا بنرفع إليك الطلبات يا رب، نعليها لفوق يا رب. احنا بنباركك لأن النهاردة بنقول الحلقة دي حلقة الحالات المستعصية والصعبة اللي البشر بيعجزوا عنها، واللي الناس فيها في حيرة، واللي مش عارفين ليها حلول، واللي الدنيا قدامنا كلها مقفولة، لكن قدامك انت كل شيء يا رب سهل. تفتح الأبواب المغلقة وتبعت حلول من عندك، وترسل شفاء يا رب من سماك، ترسل أمواج شفاء يا رب لعبيدك ولبنتك يا رب. أشكرك أنك تحميها، أشكرك أنك تبرئها، أشكرك أن لا يعصر عليك أمر. اقترب إلى بنتك يا رب، اسندها وباركك، تدبر أنت علاجها، تشهد انت الاطباء، انت لا تعدم وسيله، لكن فقط بنستودعها بين ايديك، وانت عندك بدل الحل الف حل يا رب. بشكرك واباركك، لان لا نحتار ولا نخاف ولا رب نتوه، لكن انت تساعدنا فساعد بنتك لكل الكرامه والمجد يا رب. امين أمين أمين أمين. إحنا معنا اتصال بنت الرب من اسكندرية. ألو تفضلي. ألو مساء الخير. مساء النور. أنا طالبة طلبة صلاة. أيوة أنا عندي ضيقة مادية صعبة في البيت وفي الشغل. أيوة وأنا عنده عادة سيئة لازم يلعب ضمن كل يوم. انا مش اعصابي تعبانه لما بشوفه بيلعب دومينو، واحنا علينا فلوس كده اعصابي بتتعب، وهو بعيد عن ربنا خالص. ده ابنك بتقولي؟ جوزك؟ جوز. اه احنا دي تمديه صعبه خالص، مش عارفه انا ايه منين ولا منين. وهو عنده عاده سيئه لازم يلعب دومينو طول النهار. مش قادرة منعه، مش قادرة بطاله. واحنا عندنا وهو بعيد عن ربنا. بيلعب على حسابنا على حساب بيته. ايوه وانا اعصابي تعبانه. هنصلي وصلي معانا، وهنطرح تضرعنا وطلبتنا امام الله اللي لا يعجز عليه امر، اللي يستطيع كل شيء ويعرف يغير الوضع.
هو بعيد عن ربنا واحنا في ضيقة مادية صعبة. بعيد عن ربنا وفي ضيقة مادية صعبة. هنصلي حبيبتي هنصلي. احنا لما بنصلي احنا بنعلن ان الهنا اعظم من كل امور ابليس بيرميها على حياتنا. انا واثقه انه هو اله اعظم. ايوه، فتعالي نصلي مع بعض واعلني كده انه يا رب انت اعظم من اللي ابليس بيعمله، وتدخلك في حياتنا يخلينا نشوفك اله يعني لا يستحيل عليك شيء، وتعرف تغير، تعرف تغير. ازاي مش هنعرف؟ بيلعب دمي على حساب بيته وعلى حساب النكد، يعني بينكد علينا في البيت. ما هو ابليس لما بيبقى يعني حاطط غمامه كده على العين، يعني الواحد مش بيبقى شايف هو بيعمل ايه. فتعالي نصلي مع بعض دلوقتي، والرب يكون بيزيل الغمامه دي من على العين. امين. امين. طيب اتفضلي نشأت. بسم الله والابن الروح القدس لا واحد امين. جايين صرخين اليك يا رب. اشكرك انك تنظر من سماك. نعم اشكرك انك ترى المشقه. تنظر للاتعاب. انت اللي دعيتنا اليك، قلت لنا تعالوا الي يا جميع المتعبين والساكري الاحمال وانا اريحكم. واديك يا رب شايف الاحمال. ونيجي ونروح لمين غيرك انت؟ احمالنا واتعبنا نروح لمين غيرك انت بالاثقال دي يا رب؟ نعم يا رب، بعد عننا المناصر يا رب وليس عارف. بشكرك انه خلاص لو حطينا ايدينا في الشق لكن يوجد اله نعبده قادر ان ينجينا. نعم يوجد اله عظيم نعبده يا رب. انا جاي لك مع بنتك صارخين اليك واثقين فيك، ونقول لك انت الهنا الذي نعبده قادر انه يخلص، قادر انه ينجي، قادر انه ينتشل. فاحنا جايين لك اقول لك ابنك جوزها قادر انك تنتشله، قادر انك تفتح عينيه، سلمك ارادته الضعيفه اذا كان في عادات وامور يا رب خلاص اتعود عليها مش قادر يتفك منها، ولعب الضمنه وخساير. اشكرك تنظر المشقه. انظر يا رب، ترأف على ابنك وترأف على بنتك، انظر للبيت بالكامل يا رب. فك كل دقيقه من عندك يا رب. اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح تعالى انقض اعمال ابليس. امين. تعالى يا رب اطرد كل اعمال العدو الشرير. نعم يا رب، نعم يا رب. لا يجرؤ على اولادك يا رب، لكن خلص وانقذ ونجي وارفع يا رب في اسم يسوع. استودعك الاسره بالكامل، استودعك احتياجاتهم، استودعك عوازهم، انت امين عليهم. دبر حياتهم وتعالى بحل من عندك. احنا ما نعرفش ازاي لكن انت تعرف. جايز احنا خلاص مش عارفين ومش قادرين لكن انت تقدر. فاصنع معنا حسب صلاحك يا محب البشر. في اسم يسوع المسيح اسمع واستجيب يا رب. امين. امين امين. الرب مش بيحتار في انه يوجد حلول لنا، مش بيحتار، بس بينظر للقلب اللي بيبقى مصدق قوي انه انت تعرف تخرجها من عندك، انت تعرف تحلها من عندك. امين. ممكن نتبارك بترنيمه وجدي؟ امين امين. تعالوا نرنم للحاسس بينا. ترنيمه بتقول له بتفهمني وبتحس بيا. ايوه بتسمع الكلام اللي ما بقولهوش. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك يا رب.
مشجعه قوي اني احس انه الرب فهمني قوي قوي قوي، لانه بنفتكر احنا ان احنا نكون بنفهم بعض كويس، ساعات كتير بنفهم بعض غلط، بس الرب بيعرف يفهم ويقدر لاصغر تفاصيل كده في حياتي، الرب بيبقى فاهمها كويس قوي. شيء يفرح، شيء يعني يخلينا مبسوطين ويعزنا انه لينا اله فهمنا قوي كده، بيبقى مقدر الضعف اللي فينا. احنا معانا اتصال بنت الرب من ايرلندا. الو الو. ايوه اتفضلي حبيبتي. ايوه تمام. انا حاده، انا بنت الرب من ايرلندا. انا الحقيقه بتكلم، عندي طلبة صلاه محتاجه صلواتكم، عشان اختي عندها ابنها عنده مشاكل كتير قوي في الشغل، وهو كان يعني بابا مات وهو طفل صغير، ونتيجه للمشاكل في الشغل هو وكان حصلت له يعني مشاكل كتيره، فالنتيجه ان هو بعد عن ربنا، وحتى بطل يتصل باهله يعني مامته واخواته، والحقيقه انا قلبي متقطع عشانها ومش عارفه اساعدها ازاي، فيا ريت تصلوا له لانه حالتها وحشه قوي. امين حبيبتي. وخصوصا ان هو عايش في اوروبا، هو يعني هم عايشين بره، ما مش عايشين في مصر. امين امين. هنصلي وهتصلي معانا لانك انت خالته، والرب هيكون بيعظم العمل معاها، ويكون بيرجعه ليها، ويكون بيرجعه الاول ليه ولنفسه، ويضمد كده كل جراح وكل امور قست قلبه، ويكون بيرده ليه. امين. اتفضلي يا نشأة. احنا كنا بنقول المره فاتت ايه كنا بنتامل فيها، بتقول وجداه في ارض قفر، ايوه، في خلاء مستوحش. كنا بنقول خلينا نركز على كلمة وجده، زي الدرهم المفقود، زي الخروف الضال وجده. فالله بيوجد الخرفان الضالة، ويبحث بنشاط عن الدراهم المفقودة، وينتظر باشتياق الأبناء الضالين. فخلينا نركز ونقول وجده، والرب يعني كده يفتقده ويجي كمان كده فرحانين، ويقول عظم الرب العمل معنا. فصرنا فعلا عظم الرب العمل معه، لا وابننا ينفلت كده ينفلت من فخ مثل العصفور، من فخ الصيادين، اذا كانت تاخد في فخ، اذا كانت تاخد رجله في العالم، اذا كانت تاخد رجله في اي طرق ومسالك، لكن الله يقدر يفتقده ويتفك ويرجع. امين. اشكرك، مبارك اسمك، غالي عليك جدا ابنك، حبك الكبير وتحنناتك ورأفاتك واشتياقاتك وكل اللي في قلبك، لهفتك وغيرتك عليه، وإيدك اللي بتنتشر، وصوتك اللي بينادي وتقول له لك أقولكم أيها الشاب، بارك اسمك، نادي على ابنك في الكرة البعيدة، نادي على ابنك، ذكره أيام الصبا، يمكن كان في كلمة، يمكن كان في تدنيمة، يمكن كان في صلوة سمعها من مامته، نادي عليه وذكره، المس قلبه في اسم المسيح يسوع. نشكرك وبارك اسمك واثقين ونتمسك بكلمة يا رب النهاردة، وجده وجده، لأنك هللويا لك لا تسكت ولا تهدأ. بشكرك لسه أنت بتدور عليه وكان بعد عنك، اسمع له صراخ أختنا، واسمع له صراخ والدته، وتعالى فك ابنك، تعالى تنفلت نفسه مثل العصفور من فخ الصياد. نعم أنفسنا انفلتت يا رب، نفس ابنك تنفلت من كل فخ، نفس ابنك تنفلت وترجع من كل طرق في العالم، نفس ابنك يا رب ترجع إليك وتعلن أنت محبته، محبتك ليه. أظهر لي ذاتك في كل مكان هو فيه، أظهر لي ذاتك رب في وأظهر لي محبتك يا رب، إن كان القلب اتقفل لكن أنت النهاردة تفتح قلبه يا رب، إذا كان العينين اتقفلت تنير عينيه من فضلك تاني يا رب، إذا كان رب ذهنه اتقفل فمن فضلك يا رب أنت تكلمه، وأنت تفتح عينيه، وأنت تلمس قلبه، وأنت تجده. استلم طلبة إخواتنا رب، تعطيهم سؤل لقلبهم، اديهم صلوات مقتدرة، اديهم ركب منحنية، اديهم لا يكل ولا يمل انهم يصلوا إليك، اديهم يتوقعوك وينتظروك بكل رجاء يا رب، كالمراقبين الصبح، كالمراقبين الصبح. نعم أنفسنا انتظرت الرب، نفسنا انتظرتك يا رب كالمراقبين
الصبح لك الكرامة ولك المد، نستودعك ابنك بين إيديك، أنت أمين عليه إلى حين رجوعه إليك. نعم. كرامة ومجد لك رب. أمين. نعم نعم أمين أمين. في استجابة صلاة كانت من أجل مجدي جرجس عشان كان عنده سخونة بقالها سنة، ونشكر ربنا على المعجزة ونشكر فريق الصلاة. نشكر ربنا سنة عنده سخونة، الرب صالح الرب صالح. بنعظم اسم الرب وبنعظم عمله فينا ومع أحبائنا، وإنه بيكون بيستخدمنا الخير بعد، وإحنا بنأمن على طلبات الصلاة لبعض الرب بيسمع وبيستجيب. تلبت صلاة من أجل معلش تلبت صلاة من أجل عفة الرب يشفي من الكانسر. تفضل يا هلا. بسم الله والابن والروح القدس لهن واحد أمين. نجي لك عشان أنت تنجي وتنقذ وتعمل الآيات والعجائب. أيوة تنجي وتنقذ وتصنع الآيات والعجائب. بنجي لك كل ثقتنا في شخصك، أنه مهما صعبنا الطلب ومهما كده رفعناه، أنت إلهنا القادر القدير اللي تقدر تشفي. يا سيدي الإله اشفي ابنك رب من الكانسر، أنت تقدر يا حبيبي. قول كلمة فيبرأ يا رب ابنك، قل كلمة فيبرأ ابنك. ادي كده الإيمان اللي يكون بيفتح لك الأبواب وتقدر تمد إيدك عشان تصنع الآيات والمعجزات يا رب، زي ما كنت بتصنع وانت بالجسد على الأرض، تكمل تصنع بسبب إيمان كنيستك اللي وضعته فيها. كن بنجيلك بكل أخ وأخت ونحطه أمامك ونقول لك نخرج بيه كده معافى، ونخرج بيه صحيح، نخرج بيه مشفي. اشفي ابنك يا رب من الكانسر يا رب، وتكون بتسمعنا خبر انه يكون شفي. يا سيدي الإله تصنع آيات وعجايب، انت أبونا خالق السماء والأرض، نؤمن بيك نؤمن بيك يا سيد، ننتظر تصنع آية للخير مع نعم. ابنك يا نعم. سيد. أمين أمين أمين. تلبت صلاة من أجل أم يوحنا، عندها تعب في أوتار الدراع ودموع دمور في عضلات الدراع. تفضل يا نشأ. وإحنا بنقول النهاردة بنصلي، يعني يمكن البعض بيقول لي إيه الحالات اللي أنتوا بتصلوا لها دي؟ كانسر، وإحنا في العناية مركزة، وناس غيبوبة، وناس يعني أمراض ملهاش. أنا عايز أقول لكل أحبائنا، إحنا يا ريت ربنا يخلينا ما ننزلش في طلباتنا أقل من كده. يعني بمعنى عايزين نصلي لإله بحسب قدرته، بحسب عظمته. عايزين نصلي لإله لا نحد عمله وعجائبه ومعجزاته. عايزين إن إحنا بنصلي نديله مكانته. فمش هنقول مثلا مش هنصلي للحالة دي، أو مش هنصلي للحالة الصعبة دي، لا هنصلي ليها. لأن مش بننظر للحالة، لكن بننظر لإله عظيم قادر. فرب ساعدنا نحن ما ينزلش السقف في توقعاتنا، ولا ينزل السقف في طلباتنا، لأنك أنت فوق كل ده بكتير. فبشجع كل أحبة، احنا بنصلي مش بنبص لتحت لكن بصين لفوق، ونشجع إيماننا ونشجعه ونشجع إيمانكم، ونطلب إله عظيم. أمين. نشكرك نبارك اسمك. بنتك عندها ضمور يا رب، وعندها تعب في الأوتار، استودعها بين إيديك. لمستك الشافية وقدرتك ويمينك العظيمة تلمسها، تحملها، ترفعها، تشددها، تعزيها، تحصرها من كل جهة. نعم يا رب أنا بشكرك، لأنه الضيقات والأزمات النهاردة ده أصلا باب مفتوح عشان تيجي لحياتنا. أنا بشكرك يا رب إن ده باب يا رب يكون إحنا بندخل فيه إليك، ندخل منه إليك يا رب، نعرفك ونشوفك ونختبر يمينك وقدرتك، ونختبر شفائك، ونختبر معجزاتك. أنت هو أمس واليوم إلى الأبد. اصنع فعلا آية للخير مع بنتك، خفف ألامها ووجعها، اشفي مرضها، وفي اسم المسيح. وإذا كان في ضمور أنت بروحك تعيد تخلق وتجدد وجه الأرض. أنت من تاني يا من وضعت روحا في العظام اليابسة، أضع فيكم روحا فتحيون. وناديت على العظام اليابسة، أيها العظام اسمعي كلمة الرب. أنت القادر والقدير يا رب، ادي لبنتك رحمة من عندك يا رب، وشفاء من عندك يا رب، واديها إيمان يا رب. مش هنحد طلباتنا أمامك، نطلبك فنجدك، لأنك عظيم، لأنك ممجد،
استودعت بنتك وحياتها وألمها بين يديك، من إله بين إيدين إله عظيم وأمين لكل الكرامة يا رب. أمين أمين أمين. إيه أنا مش عارفة، إحنا كده الوقت خلاص، الوقت خلاص. طيب بشكركم جدا، بشكرك يا هالة، بشكرك يا والدي، بشكرك يا نشأت. شكرا. بشجع نفسي، بشجع كل حد من حضراتكم انه ما نكونش بنيأس لما نكون بنصلي وما يكونش في استجابة. بس النهاردة عرفنا انه السماء بتتفتح للبنين. برجع تاني وبقول له رب انا ابنك وانت ابويا، وانه قلبي تايب على كل خطية سمحت في وقت من الاوقات انها تكون بتفصل بيني وبينك. وهرجع واقول لك الغارس الاذن الا يسمع، الصانع العين الا يبصر؟ لا، هو بيسمع وهو بيبصر. ربنا معاكم.